صباح الخير أعزائي الطلبة، إن شاء الله كلكم بخير، أنتم وعوائلكم في صحة وسلامة، ويبعد عنكم شر البلاء وشر هذا الوباء اللعين. أعزائي الطلبة، إن شاء الله نكمل محاضرتنا السابقة اللي وصلنا بها إلى طريقة استخراج الأرقام العشوائية. بس أوضح لكم شغلة، أنه الأرقام العشوائية واستخراج الأرقام العشوائية هناك طرق كثيرة، لكن يعني بدنا ناخذها احنا او بدنا نعطيكم اياها موجود بالمحاضرة، هي الطرق البسيطة اللي تنطيك فكرة عن كيفية استخراج مجموعة الأرقام العشوائية. كيف من رقم واحد نقدر نطلع مجموعة أرقام؟ كيف من سيد أو بذرة لرقم واحد نقدر نستخرج مجموعة من الأرقام اللي إحنا نعتمدها ونعتبرها هي متغيرات داخل النظام لغرض أن نتعامل معها على أنها متغيرات مؤثرة على النظام، وبالتالي نجد لها الحلول في سبيل أن يكون نظام المحاكاة اللي نعمل عليه هو جيد. أخذنا بالمحاضرة السابقة وراح أعيدها لأنه احنا أخذناها في نهاية المحاضرة، وحتى أكون منصف في شرحها مرة أخرى، أنه طريقة اسمها الميد سكوير. ميد سكوير من اسمها ميد سكوير، هي الوسط أو مربع الوسط أو تربيع الوسط. شنو مربع الوسط؟ معناتها من اسمها أي رقم يعطى لنا يتم تربيعه بالبداية، ثم ناخذ الوسط الأرقام الوسط داخل هذا الرقم ونربعها، ونمشي بالطريقة اللي هي متسلسلة، تطلع عندنا مجموعة من الأرقام العشوائية اللي احنا من الممكن أن نستخرجها. وراح ناخذ عليها مجموعة من الأمثلة، وهذه الأمثلة إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لكم، وإن شاء الله تجيكم عليها أسئلة، أو إن شاء الله بالامتحان تكون عليكم الأمور سهلة. هذا المثال اللي تروه أمامكم هو طريقة لاستخراج 10 أرقام. يعني يجيك بالسؤال يقول لك استخرج لي 10 أرقام عشوائية بطريقة الميد سكوير بالاعتماد على سيد، والسيد هو البذرة. هذا السيد هو البذرة الأولى. ليش سميناها بذرة؟ لأنه استخراج الأرقام العشوائية هو مثل الشجرة، الشجرة اللي يعني أنت تزرعها بشكل بذرة، ثم تسقيها بالماء وتبدأ بالنمو وتكبر وتصير شجرة. هنا نفس الشيء، هو سيد من رقم واحد. من رقم واحد تلاحظون هذا رقم البداية الأول، ونستمر بمجموعة أرقام، ومن الممكن أن نطلع بعد 20 30 40 50 رقم بالاعتماد على التربيع الوسط. بكل بساطة، هذا الرقم اللي احنا او هذه الطريقة اللي احنا نتكلم عنها هي من ابسط الطرق لاستخراج الارقام العشوائية. واتمنى تخلون ببالكم انه الرقم العشوائي ومجموعة الارقام العشوائية دائما تكون يعني زيرو بوينت. اذا انت تريد تكون هذه الارقام العشوائية هي يعني بدون زيرو بوينت، لانه احنا الارقام العشوائية تكون بين الصفر والواحد، يفضل أن تكون بين الصفر والواحد. ليش؟ لأنه كمية الأرقام اللي تكون بعد الفارزة تكون عمليتها مفتوحة، يعني ممكن أن تكون بعد الفارزة 10 أرقام، بعد الفارزة 20 رقم، 50 رقم، 60 رقم. وأنتم مثل ما حضراتكم تعرفون أن الرقم لما يكون بعد الفارزة مثلا 0011 يختلف عن 012 ويختلف عن 013 وهكذا. بمعنى انه كل رقم تفريعاته كل ما تزيد كل ما يكون عندي عدد كبير من الارقام العشوائيه. فالطريقه اللي راح نستخدمها او نتكلم عنها هي طريقه بسيطه جدا، هو الميد سكوير.
ناخذ اول رقم، وهذا الرقم راح نقوم بتربيعه، هذا هو اول رقم السيد، ثم نقوم بتربيعه بهذا الشكل، طلع لنا رقم من 8 ارقام. الرقم اذا كان يعني اذا جتنا 7 ارقام مثل هذا 7 ارقام، راح نخلي صفر على اليسار مو على اليمنى، على اليسار. مثل اذا تلاحظ هنا هذا رقم 7 ارقام، خلي له صفر على الرقم. تجي 6 ارقام اذا تلاحظ هنا حطينا صفرين بعد على اليسار حتى نضمن انه تكون الارقام الوسطية هي 4. بما انه السيد هو 4 وهو سكوير، يعني اذا قلت لك اريد، اذا قلنا انه السيد هو رقمين، خلينا نقول 91، اذا راح نعتمد على رقمين. يعني ما يصير اني اخذ السيد من 4 واجي استمر مثلا على اخذ بس الوسط رقمين من الوسط، فلا. لما يكون السيد 4 ديجيت، 4 يعني 4 افرع او 4 كاركتر او 4 ديجيت، راح نستمر على الاربعه ديجيت. لذلك اذا تلاحظون هذا المثال انه عندي تربيع لهذا الرقم، وهذا الرقم هو عباره عن 8 ارقام، اجي اخذ الوسط الاربعه الوسط من عنده واضرب فيه 10,000 حتى يطلع لي الرقم بعد الفارزه. راح اخذ 1926 واضعها كرقم ثاني واربعها، يطلع عندي هذا الرقم، واقدر مباشرة اخذ الوسط له واستمر هكذا حتى اصل الى 10 ارقام. وهنا يعني حسب السؤال، اذا قال لي 10 او قال لي 20 او حسب ما يكون في السؤال او حسب حاجتي، ان يكون الارقام التي نستخرجها. طيب ممكن طبعا احنا ناخذ اي مثال، يعني ممكن اي مثال انت يعني احنا نعرضه على حضراتكم وانتم ممكن ان تستخرجوا وتكملوا. المثال الثاني وهو ايضا مجموعة من الارقام، وايضا من الممكن ان نطلع 10 ارقام. الرقم الاول اللي هو 5497، وراح يتربع هذا الرقم، وبعد ان يتربع الرقم راح ناخذ الاربع الوسط ونمشي بنفس الترتيب. اذا تلاحظون ربعنا الرقم وناخذ الاربع الوسط ونضرب فيه 10,000 ونسير بطريقة كما نريد. يعني احنا العملية ما بها في التعقيد، مجرد انه ناخذ السيد، هذا مثال اخر، هذا السيد ناخذه، يجب ان يكون هناك سيد في الرقم، لازم اكو يعني رقم تبدي بيه، يعني وهذا الرقم اللي تبدي بيه هو تعتمد عليه كأساس وتستمر لبقية الأرقام. إذا لاحظ هذا الرقم، هذا المثال 4 أرقام، راح نربعها تطلع لنا 8 أرقام. ناخذ الأرقام الوسط الموجودة في هذا الرقم، راح نربعها تطلع عندنا مجموعة من الأرقام، راح نربع هذا الرقم ونسير بالطريقة اللي اعتمدناها. وأنتم ممكن يعني تستمرون باستخراج الأرقام، يعني تتعلمون عليها بشكل بسيط. هذا الفرع الآخر اللي هو 4500، ربعناها أخذنا الأربع بالنص، ونستمر بالطريقة اللي احنا اعتمدنا عليها. فمثل ما قلنا انه ممكن نستخدم الرقم العشوائي ونربعه وناخذ الرقم الوسط. هذا طبعا هي أبسط طريقة لاستخراج الأرقام العشوائية اللي نسميها الميد سكوير. عندنا الطريقة الثانية اللي هي الميد برودكت، ضرب الوسط، وهذه أيضا طريقة سهلة. ليش؟ لأنه هي نفس الطريقة الأولى، يعني لنفترض الأولى هي عبارة عن رقمين، الرقم الأول هو هذا والرقم الثاني هو نفسه.
فنضربهم في بعضهم فراح تصير الميد سكوير او اوتر بي. فاذا جينا اخذنا الطريقه الثانيه اللي هي شنو، عندك سيد اول وعندك سيد ثاني. الطريقه هي نفسها، يعني انا عندي اكس 1 واكس 2، ايش راح اسوي؟ لنفترض انه اكس 1 يساوي اكس 2، فايش راح يصير عندكم؟ نفس الرقم. وانا ايش دا اسوي بالطريقه الاولى؟ هو نفس الرقم ده اضربه في نفسه. ف يعني اجى واحد ثاني، باحث ثاني، قال لك انا ليش اضربه في نفس الرقم؟ خلي اغير الرقم حتى ازين من العشوائيه، حتى اقدر ازين من العشوائيه. فايش راح اسوي؟ وراح تشوفون طريقه كله جدا سهله يعني. اولا تو ستارتنج فاليوز، بالبدايه عندي رقمين لازم. عندي بالسيد، عندي سيد 1 سيد 2، اكس 1 اكس 2. اضربهم مع بعضهم اللي هو برودكت بين تو نمبرز، تطلع عندي هذه الارقام. وبعدين اخذ الرقم اللي نتج اخذ وسطه واضربه في الرقم الثاني. فصار عندي سويب، يعني نحرك الرقم الثاني وابدي اني اصعد بهذه الارقام شويه شويه. وراح نشوف احنا شلون نقدر نحرك هذه الارقام بالشكل الصحيح. فهسه راح نلاحظ العمليه ايش قد سهله بالاستخدام. لنفترض الاكس 1 هي 4220 والاكس 2 هي 3340. اعزائي نتمنى انتم يعني تخلي يمك ورقه وقلم و تشتغل هذا الموضوع بيدك حتى تتعلم شلون تستخرج هذه الأرقام. ومن الممكن أنه أنت تأخذ غير أرقام وتقعد تجرب وتشوف الحل، يعني وبعدين تتأكد من الحل صحيح مالتك أو لا، تجي تطبقه ويا هذا المثال. نجي على السيد 1 اللي هو 4220، هو هذا نفس السيد، هو هذا اللي نشره بهالطريقة، هذا هو نفسه وهذا هو الثاني. إذا قدرنا نغير اللون، يلا على كل، ما نريد نأخركم، يلا لازم أغير اللون، مو بصدد هسه. أوكي، هذا الأول وهذا الثاني، ضربنا الرقمين طلع عندنا رقم. هذا الرقم اللي طلع عبارة عن 8 ديجيت. راح ناخذ الاربعه بالوسط ونقسم هذا الرقم الاخير الاكس 3 على 10000، يطلع عندنا الرقم العشوائي. انتبه عزيزي الطالب على هذا الموضوع، يعني من نفس الشيء بالطريقه الاولى، نفس الشيء من يطلع لك